بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا والعون أحمد، أعزاؤنا الطلبة، نبدأ بإذن الله تعالى في الوحدة الثانية أو الجزء الثاني، وهي المغناطيسية، بعد أن استكملنا الجزء الأول أو الباب الأول، وهو الكهرباء التيارية. المغناطيسية اللي حنتكلم عليه في المغناطيسية هي معلومات عامة وليست دقيقة ولا تفصيلية. العلم العام لعلم المغناطيسية. بنهاية هذه الوحدة سنكون بإذن الله قادرين على أولا نذكر خواص المغناطيسيات، نصف المغناطيسيات المستحثة، ونفرق بين المواد المغناطيسية والمواد الغير مغناطيسية، نصنف طرق إكساب أو إزالة المغنطة، نفرق بين المغناطيسيات الدائمة والمؤقتة واستخداماتها. علشان نحطه في الكلام هذا؟ لأن في نهاية الوحدة يجب الرجوع إلى هذا الدرس، إلى الأهداف الموجودة قدامنا على السبورة. إن تحققت، إن فهمتها، إن استطعت نذكرها، إن استطعت نقولها، فانتهينا، وصلنا إلى الهدف المنشود. المقدمة تقول إن من حوالي 900 سنة اكتشف الصينيون حجرا سمي بالماجناتايد، الماجناتايد أو الحجر المغناطيسي، وهو حجر يطفو على الماء. لما يطفو على الماء دائما نلقوه يتخذ اتجاه محدد، وهو اتجاه الشمال الجنوب، وتشكل تلك الخاصية الفريدة لحجر المغناطيس أساس البوصلة المستخدمة حاليا، والمستخدمة في أدوات واجدة في الملاحة والاستكشاف البري والبحري. هذا شكل الحجر المغناطيس، وهذا شكل البوصلة الحديثة. المغناطيس عبارة عن أكسيد حديد يجذب مواد معينة تسمى بالمواد المغناطيسية. إذن المواد المغناطيسية الأصل فيها هي من أكاسيد الحديد، مثل النيكل والكوبالت وبعض أنواع الفولاذ. والمواد التي لا يجذبها المغناطيس هي مواد غير مغناطيسية، مثل النحاس الأصفر أو الأحمر والخشب واللدائن وغيرها. إذن عندنا المواد إما مواد مغناطيسية أو مواد غير مغناطيسية. المواد المغناطيسية التي تجذب الحديد أو أكسيد الحديد، واللي لا تجذب فهي مواد غير مغناطيسية. إذن المواد المغناطيسية الكوبالت، النيكل، سبائك مثل الفولاذ. خواصها أنها قادرة على الاحتفاظ بالمغناطيسية لمدة طويلة، ناقصة ألف ولام هنا، هي لمدة طويلة، وتصنع من مواد صلبة، سبيكة الحديد أو هشة مثل السيراميك. أما المواد الغير مغناطيسية فمثل النحاس الأحمر أو النحاس الأصفر والخشب واللدائن. خواص المغناطيسيات: جذب المواد المغناطيسية، لها قطبان شمالي وجنوبي، تتنافر أو تتجاذب الأقطاب إذا اقتربت من القطب الآخر. هذه الخواص المغناطيسيات. أي مغناطيس يجب أن يتسم بهذه الخواص، أن يجذب المواد المغناطيسية، وأن يكون له قطبان، واحد يسمى قطب شمالي والآخر يسمى قطب جنوبي، وتتنافر أو تتجاذب الأقطاب إذا اقتربت من قطب آخر. إذن للمغناطيس قطبان شمالي يرمز له بالرمز N، جاية من كلمة North، وقطب جنوبي يرمز له بالرمز S، جاية من كلمة South. إذا وضعنا مغناطيس وعلقناه في دعامة خشبية بهذا الشكل زي اللي موجود قدامنا، ومسكناه من هنا، بمعنى أن يكون حر الحركة. إذا جعلنا مغناطيس
حر الحركة فهو يشير دائما إلى نفس الناحية تماما، حركناه وقلبناه بالشكل هذا، حاولنا تحريكه بالشكل هذا، بعد يتذبذب ثم يشير إلى اتجاه محدد، هذا الاتجاه هو الاتجاه الشمالي. بنفس الكيفية إذا حطينا المغناطيس حاولنا نخلوه حر الحركة، كون يكون حر الحركة من السهل بحيث أن نربطه بخيوط ونحط عليه ثقل ونبدأ نغير في طريقة المغناطيس نفسه. إذا قربت أقطاب قطب، إذا جبنا مغناطيس آخر وقربناه للمغناطيس المعلق دائما حنلقى إيش؟ يا إما تجاذب أو تنافر. وهنا في حالتنا هنا الأقطاب القطبين مختلفين، هذا شمالي وهذا جنوبي، هذا N وهذا S، فالأقطاب غير المتماثلة تتجاذب. وهذه أما الأقطاب المتماثلة إذا قربنا S إلى S يحصل S إلى S أو N إلى N يحصل تنافر، يحصل تنافر أي تتباعد، أي منهم اللي يتباعد؟ طبعا حر الحركة هو اللي يتباعد. الأقطاب المتشابهة تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب، وهذا القانون الأول في المغناطيسية، قانون الأقطاب المغناطيسية أن الأقطاب المتشابهة تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب. القانون الأول يجب أن يحفظ، الأقطاب المتشابهة تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب. كيف نختبر المغناطيس؟ في العادة التنافر هو الأساس عندنا، لكن إذا الاختبار مغناطيس يجذب أحد طرفيه تجاه الطرف، أحد طرفي قريب مغناطيسي معلق زي ما شفنا في الرسمة السابقة، إذا حدث تنافر يمكننا استنتاج أن الجسم مغناطيسي لأن التنافر يحدث بين قطبين متشابهين. أما إذا حدث تجاذب فهناك احتمال، هذا اللي حنعرفوه لقدام شوية، أن يتم حث المغناطيس أو حث القطعة المغناطيسية أو حث القطعة الحديدية وتتحول إلى قطب مخالف. يمكننا استنتاج أن الطرف الجسم إما قطبية معاكسة لطرف القضيب المغناطيسي أو أن الجسم ببساطة مادة مغناطيسية. والاختبار ما إذا كان الجسم مغناطيسا من الضروري تكرار التجربة، تكرار التجربة نجيب الطرف الآخر للجسم تجاه طرف المغناطيس المعلق لنرى إذا كان يحدث تنافر. فالنتيجة أن التنافر هو الاختبار الدقيق والمعتمد والمضمون لمعرفة قطبية المغناطيس.